اهلا وسهلا فيكم بقناه ميمي تارو. بهذا الفيديو راح نشوف رساله من شخص عم تفكر فيه بهذا التوقيت. اذا بعد عنده فرصه يحكي معك شو راح يخبرك، شو راح تكون رسالته لإلك. هذا راح يكون موضوعنا اليوم بهذا الفيديو. ما في اختيارات بهذه القراءه لانه بتكون هيك استخاره دمره روحانيه، بس اذا حسيت انه الطاقه اللي عم اقولها بالبدايه عم تنطبق معك، معناته انه هذا الفيديو راح يكون فيه رساله لإلك. وإذا كانت طاقة الفيديو الأساسية منها طاقتك، معناها هيدا الفيديو منه لإلك بهيدا التوقيت، بس فيك ترجع لإله بوقت تاني لأنه الطاقة الزمنية لإله مفتوحة، فيك تشوفه بأي وقت. أوكي، بالأول بدنا نشوف كيف طاقتكم بهيدا التوقيت. هيدا بدأ كتير لإلكم تحب هيدا المجموعة الناس اللي وصل لإلهم هيدا الفيديو، عندكم طاقات كتير روحانية. عم حس حالكم انه انتو عم تختاروا الكروت لإلي، يعني هيك هدول كلياتهم عم يخرجوا لإلكم. اوكي، انتو كأشخاص مريتم بتجارب كتير كبيرة بحياتكم، كأنه صار عندكم خبرة من كل شيء وبأي شيء، فيكم تحكوا بأي شيء، فيكم تحكوا عن أي شيء وعن أي حدا. خبرتكم بالحياة منا هينة أبدا، خبرتكم بالتجارب حتى العاطفية كمان منا هينة، فيكم تكونوا خبراء واستشاريين. إذا حدا بده استشارة، إذا بده حدا هيك نصيحة بحياته العاطفية، فيكم أنكم تساعدوا وتقولوا له شو لازم يعمل وشو ما لازم يعمل. كمان حساسين كتير وعندكم مشاعر كتير كبيرة. بحسكم كأشخاص فيكم تكتفوا بس بشخص واحد وتقولوا هيدا الشخص بيكون كل حياتي وبيغنيني عن أي شيء وعن أي حدا، بس كون مع هيدا الشخص ما بدي اي شي تاني من الحياة، ما بدي اي شي تاني، وحتى اذا كان رح تكون حياتنا كتير بسيطة، بس كون مع الشخص اللي انا بحبه. الحب لإلكم شي كتير مهم، الحرية كمان لإلكم كتير مهم. يعني ما فيكم تقولوا انا بحب حدا وهيدا الشخص بيأيدني، ما بتحبوا حدا يأيدكم. فيكم تتخلوا عن الحب اذا كان هيدا الحب رح يأيدكم او يوضعكم بشي اطار ما عم يتناغم معكم. انكو بتقدسوا انكو تكونوا بعلاقات فيها كتير حرية. اوكي، الشخص اللي ببالكم شو رسالته لإلكم بهيدا التوقيت؟ شو بده يحكيكم؟ بعد في طرف تالت هون بيناتكم. هيدا الشخص كتير محتار بهيدا العلاقة، كتير محتار لإلك، كتير محتار شو لازم يعمل، شو الخطوات اللي لازم ياخدها، كأنه عم يقول أنا ما بعرف شو لازم أعمل هلأ، ما بعرف كيف بدي أتصرف، ما بعرف أعبر عن إحساسي وعن مشاعري بالطريقة المناسبة أو بالطريقة اللي تخليك أنت تكون مرتاح فيها. بنسبة كبيرة هيدا الشخص في بحياته حدا تاني غيرك، معناته أنه هيدا الشخص في يكون متزوج، وبظن أنه أنت رح تعرف هيدا الشيء، لأنه هون كأنه عم يقول أنا قراراتي بالحياة بتكون كتير مصيرية، قراراتي بالحياة بتكون كتير متراقبة، أو كتير أشخاص عم يتطلعوا فينا، ما فيني أخد هيك قرار عبثي، أو ما فيني أسوي شيء يهز مكانتي الاجتماعية، أو يعني هيك يضل الناس ينظروا لإله بنظرة منا منيحة لإله، يحسوا حدا عاطل ما بده يكون عنده هيدي المشاعر. يعني رسالة هيدا الشخص لإلك إنه كتير متعلق فيك وعنده كتير طاقة تعلق والشغف كتير جسدية تجاهك. في بعض الأوقات عم يحس حاله إنه يقدر يكون معك بعلاقة واضحة، يقدر يكون معك بعلاقة أساسة هيك النور والصراحة والاستقرار، بس بأوقات تانية عم يحس حاله إنه ظهور هيدا العلاقة للنور بهيدا التوقيت منه لصالحه، وكأنه بده يخليك هيك بصندوق وما حدا يعرف عنك، كأنه هيدا العلاقة سرية، كأنه هيدا الشخص عم يتعامل معك وما في خبر الناس انه هو بيعرفك، ما في خبر الناس انه هو على علاقة فيك بهيدا التوقيت. الابراج اللي ظهرت معكم هون الحوت والطاقات الترابية وكل الطاقات موجودة والطاقة الهوائية، برج الحمل، برج الاسد، برج القوس، برج السرطان، برج الميزان، الطاقة الترابية مرة تانية، الطاقة الترابية، وكمان برج الجدي وبرج الثور معكم. هيدا الشخص بس يفكر فيك عم يحس حاله انه كتير ضعيف، كتير منه عنده قوة، كتير الطاقة اللي عنده والحيل اللي عنده بس يكون قدامك، بس يكون معك، عم يحس حاله هيك بيسقط هيدا القناع اللي عم يرتدي، تسقط هيدا الطاقة اللي عنده، بيخيف انه يوقف حدك هيدا الشخص لانه عم يحس
هو بالحقيقة كتير أقوى منك، بس يكون معك عم بيحس حاله هو كتير ضعيف، ضعيف قدام هيدا الحب، ضعيف قدام لمسة إيدك. بس إذا أنت بتلمس إيده هيك بيحس حاله هيك خلاص ضعف، وما في ما في فكر، ما في ياخد قرار، مستسلم كتير، كأنه إذا أنت بتقله انضيلي على هيدي الأوراق رح يمضي عليها دغري بدون ما ينظر لأي شيء، كأنه أنت سحرت لهيدا الشخص، كأنه أنت بس تكون معه هيك عم يحس إن الطاقة كل القوة اللي عنده ضاعت، وصارت القوة كلها عندك أنت. كرمال هيك بظن بهيدا العلاقة هيدا الشخص عم يتهرب منك كتير وعم يبعد عنك كتير، ولا حدا فيكن بركي هيدا منه قادر يكون جاد معك، منه قادر يكون علاقة حقيقية معك. كان عم يقولك خلينا نكون هيك بلا ما نعرف، بلا ما نعرف الناس، بلا ما حدا يعرف بعلاقتنا، كأنه في يعرض عليك زواج بالسر بس ما يقدر يعرض عليك زواج حقيقة، كأنه حدا بده يكون معك بس ما بيعرف كيف بده يكون معك بوضع مناسب لإلكن انتو الاثنين. هيدا شخص كتير بيخاف منك، كتير بيخاف حتى من هجرك وتركك، كأنه عم يحس انه بعد فيه هيك رابطة روحانية إلهية بينك وبين الله، بس انت اذا بتدعي عليه الله شو بده يصير فيه، بس إذا إساء لإلك أو جرحك أو ظلمك كأنه كل الدنيا بتنقلب فوقاني تحتاني عراسه. هيدا الشخص من جواته عم يحس بغموض كتير كبير تجاهك، كأنه أنت تركت بصمة كبيرة بهيدا الشخص ما حدا ترك قبل، بس هيدا البصمة بصمة روحانية أكتر من أي شي تاني، كأنه أنت تركت تأثير روحاني بهيدا الشخص ما عم يقدر يستوعب شو هيدا التفكير، شو هيدا التأثير، وليش أنت كمان عم تعشش هيك بعقله الباطن بشكل كتير كبير، ليش عم يفكر فيك حتى بالفراق وبالبعد وبالانفصال، عم يقول ليش أنا عم فكر فيه، ليش عم يجي عبالي أنا تركته، نحن هلأ ما عم نحكي مع بعض، ليش عم يجي عبالي، ليش ما فيني أنساه، ليش عم يشوفك بأحلامه. هيدا الشخص بهيدا التوقيت عم يسأل حاله أسئلة كتير عن هيدا العلاقة وعنك أنت كمان، مين أنت بصراحة. هون حسيت بطاقة كأنه أنت كنت عم تتعامل مع حدا نرجسي، أو كنت عم تتعامل مع حدا كان بياخد بس بلا ما يعطي، أو كل اللي كان بده إياه معك يمكن تكون كانت علاقة جسدية، لأنه هون بعد ستيل في ميستيريس بهيدا الطاقة، في غموض بهيدا الطاقة، خاصة انه انت حدا بظنك كتير روحاني، بظنك كتير واعي، كتير قادر تقرا الاشخاص، بس كأنه مع هيدا الشخص صرت هيك الدنيا ملخبطة معك، ما بتعرف هيدا حقيقة ولا هيدا شو، ولا هيدا وهم، هيدا حب حقيقي ولا انا عم اتوهم، هيدا انسان عن جد بده ياني ولا عم يلعب فينا. بقلكن عشي بهيدا الطاقة، هيدا الشخص تنيناتكن ارواحكم اجت لهيدا التجربة المادية او تجسدت بهيدا العالم المادي، انه بظن في بيناتكن عقد كارمي قبل من حياة سابقة، وانه منا هيدا اول مرة تتلاقى فيها سوا تنيناتكن، يعني كأنكن عشتم مع بعض قبل حياة سابقة. بظن انه فيديوهات الحياة السابقة موجودة بس على قناتي الاساسية، هي باللهجة المصرية، فيك ترجع لها اذا بدك يعني، وهيك بس بتكون تفصيلية عم تحكي لك شو معنات الحياة السابقة وكيف تقابلتوا اتنيناتكن سوا، لانه بظن بهيد العلاقة بعد في شابتر تاني، بعد في جزء تاني بعد ما انتهت هيد القصة، يعني بعد ما انتهت. وهون حسيت معكم طاقة رقمية رقم 2 خلال يومين ساعتين شهرين، ويمكن يكون توقيت الشهر الثاني من العام، يعني شهر فبراير برك يكون هيدا عم يعطي لكم إشارة بهيدا العلاقة، بتوضح قدامكم كل شيء. بقلكم عشي جاني إحساس ما إله علاقة بالكروت إنه هيدا الشخص عن جد رح يحاول يتواصل معكم خلال يومين أو ثلاثة، خاصة إذا أنتوا بعدكم
قلتوا لا ما بدنا هيدا الشخص، وانتوا بلشتوا حياة جديدة وبركي سويتوا له بلوك كمان كرمال ما يقدر يوصل لإلكن، رح يحاول هيدا الشخص بالزيت 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 اذا انتوا قطعتوا فيه وقطعتوا بهيدا العلاقة وبلشتوا عالم جديد وبلشتوا علاقة جديدة، كأنه هيدا الطاقة عم توصل له، طاقة ان انتوا تخليتوا عنه وان انتوا ما عاد بدكن اياه، وهو حدا معلق فيكن بس كان عم ينكر هالشي، او بركة اعترف بهيدا الشي بس كي حدا جبان. اوكي بشكركم كل الناس اللي كانوا معنا بهيدا الفيديو، وان شاء الله اللي جاي يكون منيح لكم كلياتكم، وكونوا على امان، وبشوفكم على خير بفيديو جديد. فيكم تشتركوا بالقناة اذا حابين وتفعلوا جرس التنبيهات كرمال يوصلكم كل جديد، وبشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.